السلام عليكم. في الحقيقة مدينة القويرة اللي بزاف ديال الناس كينحازو هي مدينة مهجورة. في الحقيقة كاينة في إقليم والسرد بجهة الداخلة والداهل، كيحدها من الغرب محيط الأطلسي، وهذا هو مربط الفرس اللي الأعداء ديال الوحدة الترابية ديالنا عينيهم فيه، وكتحدها مدينة نواديبو من الشرق، وكتبعد عليهم غير يالله بحوالي 15 كيلومتر. في سنة 1883، هادشي قبل ما تخلق الجزائر، طلبت واحد الشركة الإسبانية الإفريقية اللي تخلقت في مدريد من قبل رجال أعمال وعلماء من الحكومة الإسبانية، طلبوا التمركز العسكري في وادي الذهب خارج الداخلة أو الرأس الأبيض نواديبو حاليا، تحت مبرر تأسيس حاضرة في المنطقة. وقد أجابها المجلس الوزاري فليبدأ الخواص إنشاء مصالح في شواطئ الصحراء، وستعمل الحكومة بعد ذلك على التفكير في الشكل الملائم للحماية التي ستوفرها لهم. نشوف هاد الكلاب ونوض. هذيك الشركة صيفط واحد السيد سميتو ايميليو بونيلي، هو كيعرف الجغرافيا مزيان وكيتقن اللغه العربيه. المهم صيفطو على باش يدير واحد الوكاله تجاريه في وادي الذهب وخارج سانترا والراس الابيض، هادشي في نوفمبر 1884، فين كاين الجزائر. ودار واحد التوقيع على اتفاقيه مع مجموعه من اعيان قبيله ولاد دليم. سمعوا، ولاد دليم راه تابعين للمغرب. في الشهر الموالي أعلن الملك الإسباني ألفونسو 12 عن حماية إسبانية على المنطقة سيتم الاعتراف بها من طرف الدول الأوروبية الاستعمارية الأخرى، رحمة الله عليهم. سمعوا، بعد الملك ألفونسو 12، ماشي فرانكو، ماشي هم يحزنون أصحاب الجزائرية تقلبوا في التاريخ. على كل حال، خلال مؤتمر برلين في 1885، إلا أن الهجمات المستمرة لقبائل الرحال أخذت تدفع المعمرين إلى اللجوء نحو جزر كناري. هذا ما سرع في يناير 85 بعملية بناء الحامية العسكرية الإسبانية في فيلا سيسنيوروس. أما هاد موريتانيا هادي تيقول لك المثال، ما تقول كليتو حتى تخرجو، راكم فاهمين اش بغيت نقول. شتي قرا ما فيهاش، واخا ضربت تاهي والو، هاي باقا معترف بفول الزهر وكت طامعين فيها شي خير، هو هذا ما كاين شي. على كل حال، الله يهدي ما خلق صافي، والله الا من الله يهدي ما خلق. موريتانيا دولة فقيرة وشعبها يعاني، ولكنها تمتلك آفاقا لتجاوز ذلك. العالم ويعدوها من الدول الفقيرة، وهي فقيرة ما تنمو، إياك نعود موضوعيين. واللي ما هو قاعد يعدل ذاك يا الله يخلي مكانه لحد آخر يعدل. شكرا.